مرت الامتحانات الخاصة بالامتحان الجهوي الموحد على مستوى مديرية بني ملال في ظروف جيدة وعادية بكل مراكز الامتحان المعتمدة على مستوى هذا الإقليم، وذلك بانخراط جميع المتدخلين من أطر إدارية وأطر تربوية وهيئة التفتيش وأطر التوجيه التربوي وكل المتدخلين في تسهيل عملية تمرير هذه الامتحانات. كما تجندت لهذه العملية وتم تعبئة لجان إقليمية ومحلية لرصد ظاهرة الغش، وقبل ذلك كان مجموعة من اللقاءات التواصلية والتحسيسية حول آفة هذه الظاهرة، وكل المتدخلين ينوهون بالمجهودات التي تمت على هذا المستوى. كما أن الامتحانات بكل المراكز 28 مركز تمت في ظروف جيدة، ونتمنى التوفيق لكل المترشحات والمترشحين. يا كان الامتحان في المتناول، واخا كان شوية صعيب شوية في الفرنسي، حقاش صح حنا ما تنقراوش فرنسي مزيان. بالنسبة للاجتماعيات والإسلامية داكشي مواد الحفظ درناها ماشي مشكل، العربية تاهي درناها، الفرنسية فاش نديرو شوية في إكسبرسيون كريت ما خدموهاش معنا أساتذة، نقولو خدموها معنا داكشي راجع من الابتدائي. يعني ما خدمناهاش نيت مزيان، داكشي عرفنا درناه. اما اخر يوم في الامتحان كان مزيان، واخا كنا متوقعين انه المقاله غادا تحط لنا في الجغرافيا وكنا مراجعين ومركزين عليها بزاف، ولكن مع الاسف تحطت لنا في التاريخ. واخا هكاك خدمنا فيها على حسب المكتسبات اللي كنا قرينا وداكشي، المهم مزيان على العموم مزيان. الامتحان كان في الاجواء، كان داز في اجواء مزيانه، كان يوم السبت واليوم الاخير يوم الاثنين. بالنسبه ليوم السبت في المواد ديال التربيه الاسلاميه العربيه الماده الفرنسيه دازت مزيانه، كانت في المتناول. وبالنسبه للاجتماعيات كانت جاتني انا بعدا شويه صعيبه، وتنتمناو النجاح ليا انا وتنتمنى النجاح لجميع المترشحين ان شاء الله. انا جاني ساهل حيت كنت داكشي اللي حفظت هو اللي جاني، خدمت فيه مزيان. وشحال من واحد تيقول راه جا صعيب حيت كنا معولين على المقاله في الجغرافيا وتقلبات في التاريخ. صافي وانا بعدا جاني الحمد لله مزيان. المواد الاخرين العربيه سهله ما صعبوش معانا، هو هذا العام كان امتحان في المستوى، حتى حاجه ما صعيبه، خاص عاد نكونوا مراجعين وصافي داكشي اللي كاين. الاجواء كانت مزيانه البارح ولكن اليوم كان شويه، واخا كان شويه صعيب، المهم دوزنا راسنا وصافي. المادة الوحيدة اللي صعيبة هي الاجتماعيات، حيتاش ما كناش معولين على المقالة، كلشي كان معول عليها في الجغرافيا الا هي تحطات في التاريخ، والميبيان شحال هادي ما تحطات العام، هذا هو المشكل. صافي اما المواد الاخرين كاملين سامين. المهم دوزنا امتحان مزيان سهل، كان عندنا مشكل شويه في الاجتماعيات اللي كنا متوقعين انه المقالة تحطنا في الجغرافيا وتحطنا في التاريخ، ولكن المهم داك الشيء سهل دوزناه مزيان. وفرنسي كان في المستوى سهل. بالنسبه للفرنسي داك الشيء سهل، عطاونا لابواط في اسلاميه تاو داك الشيء ساهل، وفي الاجتماعيات عطاونا اليقظه الفكريه نخدموا عليها وصافي داك الشيء زوين. لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر التنبيه ليصلك جديد الفيديوهات من هاسبريس.